يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بكل اهلاويه اللي بيتابعونا. نبدا حلقه جديده وفي نفس اللحظه اللي بنبدا فيها مع حضراتكم بيبدا ماتش منتخبنا الوطني مع توجو في مباراه او في مباراه الجوله الرابعه، بقى مش مباراه العوده، يعني ما فيش ذهاب وعوده لكن في مباراه الجوله الرابعه. كل التوفيق لمنتخب مصر اللي ظهر النهارده بشكل جديد، نتمنى انه يترجم باداء محترم وبنتيجه ايجابيه تحطنا في يعني مكان كده يطمننا على تأهل منتخبنا الوطني. اهلا وسهلا بحضراتكم ومساء الخير يا ساره. مساء الخير عليك يا احمد، مساء الخير على حضراتكم وحلقه جديده من برنامج السادسه، وبنتمنى كل التوفيق طبعا لمنتخبنا الوطني النهارده يظهر باداء مشرف جدا ونتيجه ايجابيه جدا. عايزين نقول ان احنا حاسين بفخر كبير، مبسوطين جدا طبعا بالجائزه اللي حصلت عليها قناه الاهلي. احنا بنتكلم على مهرجان الفضائيات العربيه، قناه الاهلي قدرت ان هي تفوز بجائزة أفضل قناة رياضية عربية. مبروك طبعا لحضراتكم، مبروك لينا كلنا، مبروك لحضراتكم لأن الجائزة دي بيكم. إحنا شغالين وناجحين بدعمكم، ومن أول يوم لما قلنا لحضراتكم إن شعارنا الأهلاوي مش هيسيبنا، ده ما كانش مجرد شعار وما كانش مجرد كلام، كنتوا دايما في ظهرنا، وعشان كده وعدنا حضراتكم من أول يوم إنه هنكون عند حسن ظنكم وهنقدم لكم كل اللي يليق باسم النادي الأهلي وجمهور الأهلي العظيم. الحقيقة عايزة أقول إن الاستفتاء ده الحقيقة استفتاء كبير جدا، وتم تكريم نجوم كبيرة جدا على مستوى الوطن العربي. فلما نفوز بجائزة أفضل قناة رياضية على مستوى الوطن العربي، أنا مش بتكلم على مستوى مصر بس، أنا بتكلم على حاجة كبيرة قوي ومسؤولية كمان كبيرة قوي. وده بيخليني أوعد حضراتكم كلنا هنا إنه اللي جاي أفضل إن شاء الله. مبروك عليك يا أحمد.